السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا عامل عملية في ودني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عامل عملية في ودني، عملية كبيرة. وبعد فالطبيب طالب مني إن أنا ما أوطيش، إن أنا ما أجيبش مية على وشي، يعني المية ما تخشش عند ودني. هنعمل ايه دلوقتي عشان الصلاة مثلا، عشان الاغتسال؟ يعني تسأل عن الأذن وإدخال الماء فيها؟ عامل لي عملية في طبلة أذن، في طبلة الودن. أيوه هو طالب مني الطبيب إن أنا ممنوع إن أنا أجيب مية لمدة شهرين. على الوجه ولا على الأذن؟ منطقة ما يخشش مية جوه الودن. طيب ما تدخلش مية جوه الودن، مفيش مشكلة. طيب وما يطيش، يعني انا ما اوطيش، حتى بيقول لي لما تيجي، يعني قلت له انا مش عارف اصلي وانا قاعد، ما عليك مشكله، اسمع كلام الطبيب. قال لي بسرعه وتطلع، قلت له يعني مش فاهم، بس بسرعه واطلع. لا مش لازم، يعني مش لازم يعني تطيل في السجود، يعني مثلا ممكن تسجد تسبيحه واحده تجزي. طب كده انا حصل لي في جماعه ازاي؟ ممكن تصلي في جماعه جالس على الكرسي وتومئ ايماء. تمام يا شيخ، شكرا.